نادي سوران يفتتح أول أكاديمية رياضية في قضاء سوران لبناء جيل جديد متمكن كرويا ورياضيا وأخلاقيا. أعمار مختلفة من الأطفال اختلطت في هذه الأكاديمية، يعلمونهم كرة القدم ويهدفون إلى تنمية قدراتهم الذهنية والبدنية. والأكاديمية تدار من قبل مجموعة من المتخصصين في المجال الرياضي. أطفال الشهداء وذوو الدخل المحدود يدخلون الأكاديمية مجانا. الدورة التعليمية في الأكاديمية تضمن الجانبين النظري والعملي، وإنقاص الوزن جزء مهم من العملية الأكاديمية. وهكذا أصبح ملعب نادي سوران نقطة البداية لانطلاق عملية بناء جيل جديد من لاعبي كرة القدم، لرفض منطقة سوران بطاقات شبابية لا تقل قدرة ومهارة عن اللاعبين الذين يتخرجون من المدارس الكروية في العالم. أسسنا أكاديميتنا بمنطقة سوران بدعم نادي سوران الرياضي، والطاقم التدريبي أو هيئة إدارية أغلبيتهم حاصلين على شهادات عليا من ماجستير ودكتوراه. وهسه حالياً عندنا أكثر من 170 لاعب وموزعين على أربع جروب أو أربع مجموعات حسب فئات عمرية، يبدأ من 6 سنين وحتى 16 سنة. والمنهج المالتنا اللي موجود بأكاديميتنا سيستم أو منهج برنامج تدريبي عالمي أو برنامج تدريبي نوادي أوروبية متقدمة. هنا بأكاديميتنا بجوانب عملي وجانب نظري، جانب عملي للرياضة كرة قدم، وجانب النظري الثقافة والصحة والنوم والتغذية، هاي كلها موجود يعني يتعلمون اللاعبين هنا. وهدفنا بأكاديميتنا إعداد لاعبين لنادي سوران وإقليم كردستان والعراق بصورة عامة. لا شك ان كل مراحل عمريه، كل فئه عمريه لها خصوصياتها من ناحيه التمارين ومن ناحيه البدنيه من كل النواحي، من ناحيه الفكريه، ولازم هذه التمارين تمشي مع الفئه العمريه. يعني الفئه اللي عندي هي من 11 سنه ل 14 سنه، وهذه الفئه لها تمارين خاصه. احنا ننطي هاي التمارين حسب هذه الفئه، وأكثر تمارين هي تمارين مهارية، تمارين مرونة، تمارين من الرشاقة. وهذا الفئة لا يمكن أن فيها تمارين قوة وسرعة إلا إذا في حالات خاصة. يعني هذه الفئة إحنا نشتغل على المهارة أكثر شيء من تماريننا. وهذه التمارين تتكون من تمارين الباس والاستلام الكرة والتحرك، كيف التحرك في الملعب وكيف أخذ أماكن صحيحة. وهذا نوع التمارين يعني يعد أساس لبناء أي لاعب في المستقبل. أنا أحب كرة القدم. هنا الأساتذة علموني الدروس الأخلاقية وشجعوني على عدم تناول الأطعمة المضرة لا سيما المشروبات الغازية، وأن أنام مبكرا في الليل وأتناول الفطور في الصباح. لبرنامج نسمات زاغروس، ريبر عبد الغفار، سوران.